Yeah, yeah, yeah. انا محمد قصان ادمن جروب رسامين جدارات اوديس معمول علشان خاطر الناس اللي بتخش جروب علشان يتعلموا ازاي يرسموا وازاي ينحتوا. بس احنا مش هنتكلم النهارده عن الرسم، احنا هنتكلم عن النحت. اي حد علشان يبتدي يتعلم نحت ما ينفعش تخش تاخد خامه النحت الاساسيه اللي هي الاسمنت والماده الممتاز وتقول انا هشتغل مره واحده بماده النحت اللي هي الممتاز والكلام ده. فلازم الاول لازم تعرف مبادئ النحت. تعرفها ازاي؟ تعرفها بمادة الطين الأسواني. مادة الطين الأسواني دي سهلة جدا في تشكيلها وتقدر تتعلم منها كل التركات اللي المفروض تتعلمها وانت شغال على المواد التانية اللي هي المواد اللي بتنشف ما بتفلقش.